أخبار إفريقيا من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. أكدت حكومة السودان اليوم الثلاثاء التزامها الكامل بالانخراط البناء مع الاتحاد الإفريقي من أجل إنهاء الصراع المسلح بالبلاد في إطار مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية. ورحبت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي اليوم بالبيان الصادر مؤخرا عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وما تضمنه من توجهات إيجابية ومقترحات بناءة. رحب الحزب الشيوعي في جنوب إفريقيا بقرار محكمة العدل الأوروبية الأخيرة القاضي بعدم شرعية الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة، مجدداً موقفه الثابت الداعم لعدالة القضية الصحراوية ضد الاحتلال المغربي. وقعت حكومة أوغندا مع شركة الإنشاءات التركية يابي مركزي اتفاقية بنحو 3 مليارات دولار لتنفيذ مشروع خط السكة الحديدية الشرقي. من جانبه أكد وزير النقل الأوغندي كاتومبا ومالا أن المشروع يمثل خطوة مهمة في تاريخ النقل في أوغندا وسيسهم في تعزيز التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي. أطلقت ولاية كوجي الواقعة في وسط نيجيريا نداء جديدا للمساعدة بعد تعرضها لفيضانات منذ أكثر من شهر، حيث تخشى مواجهة أزمة إنسانية كبرى. وقال عمر محمود مسؤول إدارة الكوارث بالصليب الأحمر في كوجي إن ما لا يقل عن 60,000 هكتار من الأراضي الزراعية في الولاية دمرت بسبب الفيضانات.